المعاناه اخويا. انا جيت 1990 ياك، جيت بنت 16 عام لهنايا، ما كان لا ما لا دو لا ودان د الحار، مهمشين ما كيعترف بهم حتى شي واحد الا الله سبحانه وتعالى، ما كيعترف بينا حتى شي واحد في هذه البلاد. الا تخنق لك الواد خصك تسرحوا بيدك بان تخيل بنت 16 عام وهنا البنات كانوا بنت 20 عام، بنت كتدخل كتسرح لونغار بيديها، الما كنديروا حاجه كروسه بحال الحمار الكروسه غدا وانت جرها من موراك، كنطلعوا لها حتى لدرب النخله السويقه حدا شنو سميت داك السيه واحد السويقه درب النخله، كنطلعوا بالكراس والباده، واحد المعاناه ما نقولكش. في الاخر عاد جاوا شي مرشحين من ولا داك الفتنه ديال المرشحين، صوتوا علينا غنديروا لكم سقايه، داروا لنا السقايه في هاد هاد الفندق الفوق والتحت، كلشي كنعمروا منا الا بغي الناس من برا ولاو تيدخلوا يعمروا معنا حتى هما الماء، الا بغيتي تعمر عقار عاد الماء تسنى هذا كيصب، تسنى هذه كتعمر 10 د البيدوزات، فهمتي؟ راه اكثر من 40 ساكن هنا كاينين، فهمتي؟ اكثر من الباديه، حنا في العاصمه في مدينه مدينه ساله في سيد تركي قرب باب مريسه، وكنعيشوا معاناه ديال الناس اللي في الجبال. هذا المحل اللي تتشوف فيه يؤسفني على هاد المسؤولين في هاد الارضيه ديال ولاية مدينة سالة المدينة العتيقة، له تاريخ عريق، والملكة ديالو ناس طيبين الله يرحمهم ويرحم المسلمين طيبين، ما فهمنا والو من هذه المسؤولية ديال هاد الناس، تيقول لك التراث القديمة والمدينة العتيقة، وهذا ليه تاريخ، دازوا فيه أزناس، دازوا البريطان، دازوا الإسبان، دازوا الألمان، دازوا عدة عناصر في هذا المحل، هذا يتزار يأسفني، ولكن هذا له تاريخ على ما يزيد من 600 سنة، صافي يدير 6 قرون، يأسف الحظ. خرج المشروع على أساس تكون تغطية ديال الترميم ديال المدينة العتيقة، ما فهمنا والو، ولينا كنشوفوا التراكسات والترياب فهمنا حتى شي حاجه، المعاناه الناس الغبابر ازماتيك. حنا من 75 سيدي وحنا ساكنين هنايا، شحال من عام هذه وحنا جينا من جاوا لنا هنايا طيريبوا لنا بلا 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 موجب بلا حتى شي حاجه، خرجوا من هنايا مني بدا يخرجوا بالناس تيعطيهم المحاله، اش من محاله تيعطيهم 37 متر في الدار، كي داير هذه الدار الراجل بولاده ببناته بكل شيء، يقعد في الدار 37 متر يقعد فيها، كدير هاد الدار 7 مليون ل 12 مليون هي فين غادي؟ راه حقره هادي الفندق ديال 7 مليون هنايا، شحال من عام هذا وحنا فيه دابا، زايدين فيه ولادنا هنايا كبروا فيه وتزوجوا وحنايا باقين هنايا فيه، مني جاوا يخرجونا عاطينا 37 متر، خرج خلصها ب 7 مليون، 7 مليون فين هي من غنجيبوها؟ اول حاجه انا بغيت نهضر على راسي، حيت هاد الناس هادو اللي جاوا قيدونا، قيدوا شي ناس خدامين موظفين عندهم الديور عندهم كل شيء، وخداو 5 ديال الديور اللي خدا 3 اللي خدا 4، حنا زياده وخلوق هنا، حنا 6 ديال الناس، حنا كنا 6، مات اختي خلات بنيتها، انا مجوجه ومطلقه، جات عندنا السيده اللي هي متكلفه بهذا الشيء، قالت لي سيري انا غنعيط لك نهار اللي بغاو يقيدو، كنت انا عطيتها لا كارت ناسيونال لخويا الكبير باش يقيدني حيت انا خدامه، انا مشيت تقولبت ما خديتش، الو خصك تكون واقف باش تستافد، انا عطيت لاكارت ناسيونال ديالي مشيت في حالتي ما عطاونيش، وانا هجاله ارمله وكنجري ما خليت وزاره بالصبابط وبالسرجلين في وزاره الداخليه في حقوق الانسان في ديوان المظالم فين ما مشيتي وتلقاو الدوسي ديالي كنبوس وكنبوس الصبابط وكنرغب عباد الله على هاد السفاده باش تجيني، حيت انا مراه هجاله ارمله ما عنديش، صافي هدرت يا سهام خليني نهضر، انا هجاله ارمله ما عندي لا راجل، وعندي السنين ديالي كبيره، وعندي بنتي مريضه 13 عام وهي مريضه عقلانيه ومسيحه في الزنقه، وما يمكنليش واحد الولد عنده 36 عام نبقى انا مسؤوله عليه. هاد الدار اللي كيعطيونا ما فيها لا جليج لا بيبان لا والو، يعني بحال كتدخل لواحد الخربه خاصك تخلص عليها، خاصك واحد 3 مليون عاد تصلحها، ما فيها لا واد حار لا والو حتى شي حاجه، وحنا ناس بساطه وتطلبوا لنا داك الثمن ديال 7 المليون، والدار ما تتسعرش ديك 7 المليون فيها 37 متر، وعاد خصك تجلجها ما فيها لا جليج،
واللي مشى للبنك راه تقام عليه ب 14 مليون. هذا الفندق شنو عقل عليه خا يزيدو وخلق هنايا؟ انا منين تزاديت شنو عقل على راسي هنايا؟ ساكن هنا تزاديت هنايا، عشت هنا، كبرت هنا، تزوجت هنا، درت وليدات شي هنايا، ما استفدنا معاهم ما والو هنايا اخويا، حنا ضايعين معاهم. الاخر غنشوفو معاهم اين حل غيديرو معانا اخي. شي استافد وشي ما استافدش اخي، شي وليدات واستافد وشي عزري واستافد، ما فاهميناش اخويا. الاخر نشوفو شنو غيديرو معانا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.